السلام عليكم زلفلة ونجمعة مباركة شبات شالوم إخواني اليهود المغاربة. تعرفوني دائما وطالبكم شعرنا الخليد الله الوطن المالك سير على بركة الله. صدمة صفعة خيالية من الحليف ولمن لدولة مساعدة ماتوك العراض المغبون المسروح الحمرة والبرة. نعم روسيا من فعلتها صفعة روسية اتحادية خطيرة وهي رفض روسيا استقبال وفد البوليزاريو في الاجتماع منتدى الروسي الإفريقي بمدينة سوتشي. دولة لا يعترف بها أحد، جمهورية الوهم الغبار لا يعترف بها أحد حتى روسيا حليف دولة مساعدة. راه ديما تنقول لكم روسيا لا تعترف إلا بشيء إلا بالميمي بالماني ماني تول. تتعرف المصالح مصالحها ماشي مع دولة الوهم مع المملكة المغربية، ولهذا على ايفيتي ورفضت رفضا كليا استقبال الوفد في المنتدى اللي غادي يبدا غدا. اذا الوفود الافريقيه بدات توصل، الناس بداو تيدخلوا لروسيا، كل شيء غادي يجتمع غدا ان شاء الله، ولكن الوفد ديال بوليزاريو غادي يرجع لدولة او لا جزائر الجنوبيه. إذن روسيا العقل ديالها هو الماني، عندها مصالح مع المملكة المغربية وتشري وتتبيع الخردة ديالها لدولة مساعدة. دولة مساعدة تأخذ من عندها الفلوس وتعطي الفلوس للمملكة المغربية. والموضوع الثاني الله يجازيكم بخير هو انتخب المغرب أمس الخميس بأغلبية واسعة لمنصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول في القارة الإفريقية في الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة ذاتها المنعقدة بمدينة جلاسكو بإسكتلندا خلال فترة 4-7 نوفمبر الجاري. وقد حصل ممثل المملكة المغربية على دعم 96 دولة عضو بفارق كبير عن باقي المرشحين في خطوة تبرز التقدير الدولي لجهود المملكة في التعزيز الأمن الإقليمي والدولي ودوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني ضمن إطار الشراكة جنوب. دائما المغرب في القمة وما تبقى وأعداء المغرب في القمامة. عاش الملك، الله الوطن الملك، وسيرة نجيبه.